احنا قدام عمل خاص في كل جوانبه. طبعا طبعا. انعكاس ده بقى على الداخل الاسرائيلي، وحضرتك صحيح. دائما ما كنت بتحدثنا وتقرأ لنا كده برضو مانشيتات وعناوين الجرائد. اسرائيل دايما بيلتقطوا الحاجات دي ازاي؟ هم اسرائيل دايما لا تحب ولا تحفز تمييل لمثل هذه الاعمال. لكن بترصدها بالتاكيد، بترصدها وبتحللها وبتتابعها. قالوا ايه دكتور عن الممر؟ يعني حاجه اكيد رافض للوضع الاسرائيلي والصحافه الاسرائيليه. ما فيش لسه ما فيش ردود فعل. دايما بناخد الكلام ده من النقد الفني هناك. فبالتالي الممر بيترجى دلوقتي غير في مصر. لسه ما اتسربش. فاعتقد انه في المرحله الجايه ممكن يكون في ردود افعال. طبعا هيحاولوا زي ما عملوا مع رأفت الهجان محاوله ان الكلام ده غير صحيح، وان الكلام ده غير منطقي، وان الكلام ده ما بيحصلش، و و و فبالتالي ده رد فعل طبيعي. ليه؟ لان هو لا يحب انك تعمل اعمال تساهم في بناء الشخصيه الوطنيه المصريه او تقلل من الصوره او تقلل منهم هم. وخصوصا ان هو قام كله على اكذوبه بناء الشخصيه. فبالتالي انت لما بتعمل نوع يعمق الشخصيه الوطنيه في مصر انت بتهدم حاجه عنده، هو ما يحبش الكلام ده. فنتوقع رد الفعل مش هيكون بالشكل الطيب في المرحله القادمه.